السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير، يقدم لكم ويكلي نيوز من القاهرة. فاكرين الكوميونيتي تورنمنت بتاعت فالورانت؟ انوبس لسه بيكسبوا ولسه مكملين، رعد خسروا. واحب اقول لك ان ده كان الكواليفايرز الاولاني، بس لسه في كواليفاير تاني. لو عايز تكمل لعب وتلعب معانا هسيب لك لينك في الديسكريبشن، دوس عليه وخش العب مع مصر. ما تيجي نعمل من السوبر كروت ونقضيها مبيعات بلا حدود. اتضح كده في ليك من امبارح ان في كلام عن ال 3080 سوبر وال 3070 سوبر، ده غير ال 3070 تي اي يعني. والكلام ده متسرب من واحد اسمه كوبايت، ولو حابب تقرا الارتكل على arabhardware.net الكلام ده معمول له كفرنج، وهسيب لك لينك تحت في الديسكربشن. انا عايز افاجئك واقول لك ان على قد ما ال RTX 3070 اقوى من ال 2080 تي اي في حدود ال 10% فعلا، على قد ما ال 2080 تي اي احسن منه في الريندرنج بسبب نقطه مهمه جدا. الفكره ان الميموري باص بتاع ال 2080 تي اي 352 بت، في حين ان ال 3070 256 بت، وده مخلي 2080 تي اي عنده باندويث في حدود 616 جيجا بايت بير سكند، في حين ان 3070 عنده 448 جيجا بايت في الثانيه. خلي بالك، طب ركز بقى، ال RTX 3080 نازل ب 320 بت، والحاجه اللي قدرنا نعرفها عن ال 3080 سوبر انه هينزل ب 384 بت زيه زي ال 3090، في حين ان 3080 تي اي هينزل ب 320 بت زيه زي ال 3080. السؤال هنا اللي هيجنني، ليه انفيديا؟ في ايه؟ يعني دلوقتي ال 3080 تي اي ده المفروض هيبقى فيه كودا كورس بمقام ال 3090، وكمان رامته 20 جيجا بايت، ايه الفكره؟ يبقى ميموري باص 320 بت، وتقوم منزل لي بقى نسخه ثالثه سوبر الميموري باص بتاعها 384 بت؟ في ايه؟ انت محتاج تاخد بالك ان 3080 جايب في حدود 720 جيجا بير سكند من ناحيه الباندوث، في حين ان 3090 جايب 936 جيجا. بصراحه كده مش هقدر اخد حكم لان لسه معرفش رامته كام ولا ايه دنيته خالص، بس اللي اقدر اقوله ان لو نزل بنفس ال 10 جيجا رام يبقى حاجه مستفزه، لان كده بقى في كارت راماته عاليه وفي كودا كورز اكتر وفي كارت الميموري باص بتاعه اعلى، تحس كده انه مبعطرك مش مديك كل حاجه في كارت واحد ونخلص. في الناحيه الثانيه زي ما سعادتك شايف، ال 3070 سوبر هينزل بنفس 256 بت بتاعه ال 3070، في حين ان 3070 تي اي هينزل ب 10 جيجا بايت بدلا من 8 جيجا بايت. انا في رايي الشخصي وفي اعتقادي يعني السوبر ده كله نازل عشان يغطي على كروت ريديوم بشكل نهائي ويقضي عليها بشكل او باخر، واتمنى لو ده حصل ريديوم تعرف ترد عشان يفضل فيه منافسه كده وكروت جميله. بس بيني وبينك، لما البيتكوين يبقى داخل على 600000 جنيه يبقى تسلم لي على ام اس ار بي ابو 700 و500 دولار يا رايق. انتل كلاكت 12 مره، هاردوير ليكر باسم توم اسبيساك يعملها للمره ال 500 ويقفش بنش مارك سكورز من الداتا بيز بتاعه جيك بنش 5، ويكتشف ان في بروسيسور من انتل باسم الدر ليك اس، وده يبقى الجيل ال 12 من انتل ما قبل ما الجيل 11 ينزل اصلا. فاعمل حسابك ان دي سامبلز هندسيه كان بيتعمل لها تيست في ايا كان اللي هنقوله دلوقتي بنسبه 99% هيتغير عند الريليس. مفيش حاجه كانت بتوحي بالموديل نمبر بتاع البروسيسور ده، ولكن دي المعلومات اللي عرفنا نوصل لها. مبدئيا البروسيسور 16 كور 24 ثريد ب L3 كاش 30 ميجا بايت. المتضح ان البروسيسور ده نازل فيه 8 كورز اقوياء جنبيهم 8 كورز انرجي افيشنت، يعني موفرين للطاقه. وليكس ثانيه بتوحي ان 8 كورز عباره عن جولدن كوف كورز و8 التانيين جريس ماونت كورز، وكله على 10 نانومتر داي. ده بالفعل بيثبت النظريه، وعشان كده هو 24 ثريد مش 32، لان في 8 ما لهمش ثريدز اصلا وفي 8 فيهم ثريدز، وده يخليه ماشي بكونفيجريشن الهايبريد 86 اكس بروسيسور او الهجين اللي شبيهه للبيج ليتل ديزاين بتاع شركه ارم. ال 24 ثريد على البنش مارك كانوا جايبين 1.38 جيجا هرتز بشكل مستقر، مع سنجل كور سكور 996 ومالتي كور سكور 6931، والارقام دي زي ما انت شايف مش مثيره للاهتمام تماما، ولكن ارجع اقول لك دي سامبل هندسيه، فاحنا لسه مش عارفين حاجه، ويوم ما هنعرف انت بتتكلم في على الاقل سنه. خلي بالك ان الالدر ليك هيبقى اول بروسيسور المعماريه بتاعته هايبريد، ده غير ان في كلام كتير بيحكي في قصه انه ممكن ينزل بالبي سي اي اكسبريس 5 انترفيس، وده هيبقى ضعف سرعه البي سي اي اكسبريس 4. انت عارف ده معناه ايه؟ يعني ساعتها ينفع نلاقي ام دوت 2 بسرعه 14 جيجا ريد ورايت، عادي تعمل ريد 1 وتلاقي عندك ام دوت 2 بتشتغل ب 32 جيجا ريد ورايت في الثانيه، ده سرعه تقارب الرامات التعبانه شويه، وبكده دي حاجه تخوف.
شاب يوزر صيني روش عمل بوست على تشيب هيل بانه قفشله بورد بي 560 ما قبل الاصدار طبعا لانها لسه ما نزلتش، وثلاثه بروسيسورز من انتل، واحد 10700، واحد اي 9 900 كي، واحد اي 11 900 كي اي اس اللي اصلا الهدف من المقارنه. وقام عمل لهم بنش مارك وقارنهم بالرايزن 7 5800 اكس، بما انه هو اللي 8 كور 16 ثريد، يعني بما انهم كلهم 8 كور فقال لك نحط 8 كور قدام 8 كور ونشوف اللي هيحصل. يعني الشاب الروش ده قال لك البروسيسورز بتاعه الجيل ال11 دي كلها الكلوكس بتاعتها مش حقيقيه، والحقيقي هيبقى اجمد بكتير لما يتعمل لهم ريليس، ومفروض ان دي حاجه مسلم بيها. وبصراحه بيني وبينك ما تقنعنيش ان 11900 كي اي اس هينزل ب 4.8 جيجا هرتز، يعني اكيد هيكسر على الاقل 5.3 جيجا هرتز عشان يبقى عامل حاجه مختلفه، خصوصا بال8 كورز اللي فيه. ما هو 8 كور ده هو كان 10 نزل ل 8، على الاقل يعمل حاجه مختلفه. طيب عشان يحل المشكله دي في المقارنه قام عمل بنش مارك صيني بنش ار 15، وهو عامل لوك للبروسيسورز كلها على 4 جيجا هرتز بالظبط، فبالتالي ياخد قرايه بالفروقات من ناحيه السكور من غير ما التردد يبقى عامل اي فروقات في المقارنه دي. اتفرج معايا على السكورز، هتلاحظ ان 5800 اكس معدي 11900 كي اي اس في حدود ال 10.5% في السنجل كور، وفي حدود ال 8.9% في المالتي كور. طبعا تقدر تقول كده ان 11900 كي مش بعيد خالص انه يكسب في المقارنه دي لما ينزل ويبقى مفتوح على اخر. بس ارجع اقول لك ده بروسيسور المفروض لما يتقارن ب 5950 اكس، ما هو اخر حاجه ضد اخر حاجه، او على الاقل يتقارن بنفس الفئه السعريه بتاعته. فكره انه يوم ما هيبقى مفتوح هيكسب ال 5800 اكس دي حاجه يعني فرحتي خالص، لان انا شخصيا من وجهه نظري متوقع ان ال 5900 اكس يكسبه في المطلق، فما بالك ال 5950 اكس. وكده كده زي ما انتم عارفين الله اعلم. بما اني وريتك الارقام وهم معمول لهم لوك على 4 جيجا هرتز بس، لو حابب تعرف الارقام لما سابهم من غير لجام اتفرج. زي ما انت شايف الفروقات وسعت، ال 5800 اكس بقى معدي ال 11900 كي اي اس في حدود ال 20% تقريبا من ناحيه المالتي كور، في حين ان الفروقات اتضيقت في السنجل كور بحيث انه كان معديه في حدود 8.5% فقط. وده يوضح لنا انه وارد جدا نلاقي انت الركب الثاني من ناحيه السنجل كور، بس اشك انها هتعمل اي حاجه من ناحيه المالتي كور. وارجع اقول لك ايه، الله اعلم. طيب انا كده خلصت، ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو لو استفدت، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. كان معكم محمد سمير من عرب هاردوير، اشوفكم الاسبوع الجاي.